استأفلحك جنني ردت طلعت الضجة لك مالك سامعة على قلب الحمام اليوم ما نلك النظافة والقطافة نين الله يعيني شلون متحملة 45 سنة يا لطيف ما في اسم مكتوب على الباب بس البنت خايفة ومترددة ووشها مو طبيعي ضلت ربع ساعة لفتحة الباب وخمس دقايق لسكرت الباب والوضع كله مو طبيعي يا رياض يعني شو؟ يعني بقص ايدي من هون إذا الأكل اللي جايبته مو قلة ولا تامي معناتها خبر الشرطة؟ وبكي كنا غلطاني طب هي عرفنا لبيت مين فاتت شو الخطوة الثانية؟ نتصل بربيع ربيع هلأ بيكون نايم نايم من فيقه يا أخي شو هالمشكلة العظيمة؟ بس ما تكون فاتت عبيت شير فيها من رفقاتها لا لا ممكن من في عنده محبوب راحت العطرة لي نعيما يا نعيمة الله ينعم عليك شو مانك سامع أنا يلي سامع هدول يا جان يا عفريت لأنه ما بيقولوا إنه البيوت الفاضية تسكن العفريت أكيد هدول عفريت العفريت اللي تنهبك إن شاء الله شو بدهم ينهبوا فيي كنا اللي صفيانين معي 110,500 ورقة دوبن دوبن يكفونا لنموت يخرب بيتك على هالفال يا لطيف على هالملافز انتي ما بدك تموتي ما ناوية تعيشي قد ما عاشت امك ما هيك يا لطيف يا لطيف على البني ادم بده يفوت على الجنة قبل ما يموت ولك حاجتك حاجتك بقى Oh!
بلش الفار يلعب بعبي انا. صح النوم. لا عم بحكي جد، اكيد في حدا عم ينبش بالسقف، يمكن في كنز وبدهم يطالعوا. لو كانوا عم ينبشوا بالسقف كان السقف هر علينا. شو رايك نروح جيب الشرطه؟ لك ايه دخيل عيونك، يعني على القليله بنعرف شو عم يصير فوق روسنا. تسلم لي عيني، ساوي لي عروس الزيت وزعتر الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شبك بدي اكلها بالطريق، سندويشه يعني سندويشه، عروسه يعني سندويشه. إيه ما تقعد تفطر وبعدين تنهس تطلع. انا حابب ارجع صغير. ما بتتذكري امك يلي هلا عمرها 110 سنين كيف كانت تلف لك عروسه انت ورايحه على المدرسه؟ انا كنت روح على المدرسه. ان شاء الله لا تاخذيني، نسيت انك جاهله واميه ما بتعرفي لا تقري ولا تكتبي. معلش لا تزعلي، لا تاخدي على خاطري، انا بسوي السندويشه لحالي، بلف العروسه وباخذها معي. خلص اهدي اهدي وحاش تبكي. الو مرحبا ماما. لا 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 اطمني انا بخير، ما في البلد اطمني. خلص ماما بعدين بحكي لك، المهم انا بخير. طيب خلص انا نص ساعه برجع على البيت. ماشي ماما، مع السلامه حبيبتي. شو؟ ربيع تأخر. طول بالك ما بقى إلا يوصل. تعي كلي معي. كيف هيك؟ كيف هيك لحتى تغيرتي نوال؟ ما قدرت كفي للنهاية. النهاية اللي تخليني بوس ايدك فيها؟ اني اركع قدامك وتوسلك لحتى تعتقيني؟ النهاية كانت اني طفي الحقد اللي بقلبي، اللي كان عم ياكل بدني اكل. وانطفى حقدك؟ النهاية كانت اني اجبرك تطلع علي كبني آدم الى مشاعر، مو مجرد حشرة الدوسة وتمشي. كأنه حقدك علي لساته موجود جواتك. مثل ما شعلت همدت فجأة دارت الدنيا براسي، كأني صرت بغيبوبة وما بعرف إذا صحيت منها ولا لسه. يمكن اكتشفتي إنك ظلمتيني. اكتشفت إني لساتني بحبك، وأوعى تفكر إني عم طالبك إنه نرجع لبعض. أنا قلبي مات وما عاد يقدر يحب، ويمكن ما عاد يقدر يكره كمان. مثل ما سمعت انا بدي اخبر ابوها. تخسرني هيك سهيل؟ لك انا خسرت كل شيء من بعد ما طوعتك. قلت لك اليوم اخر مهله، هي هيك وعدتني. لك يا عزام، لك هي مجنونه مجنونه، وبالنسبه لي يا روح ما بعدك روح. خليك للمساء، بس للمساء، وإذا ما طلعيته أنا بنفسي رح أخبر أبوه. لك من هون للمسا ممكن تصير ألف شغلة وشغلة، أخي أنا ما عاد أتحمل. ما بتطلع من هون. شوف عزام، يا بطلع أنا وياك من هون ونروح لهداك البيت بنطلع الشاب، أو أنا مضطر أخبر سيادة العميد أكرم مو بس أبوها. لك أنت بتهدم لي هيك كل شيء بنيته. لك أنت ما بنيت شيء وما رح تبني شيء،
لك لو ما ضل رجال بالدنيا كلها ما راح اطلع فيك. لك هي عم تستغلك، عم تستغلك لانه انت عارف انه انت بتموت على كندرتها. خلاص شو لسه ما طلعت من البيت؟ صار لها اكثر من نص ساعه جوا. محتارين ندق عليها الباب ولا نخبر الشرطه؟ طب سالتوا عن صاحب البيت اللي فاتت عليه؟ لا ما سالنا. الله يسامحكم، طالما جاي على بيت مو بيتها كيف ما بتسالوا مين صاحب البيت الاول؟ طب وشلون بدنا نعرف؟ تسال حدا من الجيران. قوموا نسال صاحب الدكان هيقوم. وعرفت انه القويه اللي قدرت تخطفك وتعذبك ما انا قويه، ضعفي هو اللي خلاني اخطفك، لهيك كنت عم اتعذب معك. لو كنتي ضعيفة ما كنت حبيتك. حبيتني؟ كتير، بس واضح من الشيء اللي وصلك لهون اني ما قدرت اعبر لك وما عرفت حسسك بالامان. تامر انا حياتي ما عاد الى معنى، حاسة حالي مهزومة، حاسة حالي ولا شيء. كلياتنا بيجي علينا وقت انه نحس حالنا مهزومين، بس بنقوى ونكفي حياتنا. بس انا خربت من جوا وما عاد في شي بيستاهل عيش مشان. انت مكبرة المسألة شوي، صدقيني مثل ما مرقت ازمتي تمرق ازمتك. صحيح هذا البيت لمين؟ لستي ام ابي. وينها هلا؟ زايرة عند بنتها بالقامشلي. ايه بس البيت فاضي، عرضته على البيع. فيني اسألك مين هدول اللي خطفوني؟ ضروري تعرف؟ يعني اذا ما فيها سألة. يا شباب طلع البيت فاضي معروض للبيع كمان. اشتريت اكل جاهز من السوق ووديته معك كمان. معناتها الاكل الها ولا تامر، مشان هيك لازم نخبر الشرطه. مظبوط، انت خبر الشرطه، انا وكمان طالعين ندق عليه الباب. شرف كمان. من حقك تبلغ الشرطه وتقول لهم انه انا اللي حبستك 3 ايام. نوال انت لازم تعيد النظر بحياتك، بنفسيتك، بتفكيرك. انت ما كنت هيك ولا انت كنت هيك وقت اللي حبينا بعض. بجوز انا ساهمت بالتغيير السلبي اللي صار عندك، بس صدقيني لو كنت بعرف اني عم قاسيكي كنت فرملت وعدت كل حساباتي معك. بدو قول بار عمي ما لنا سمعانين لا طرطقة ولا حركة. لك هي الطرطقة والحركة مو على طول، بتجي يعني اوقات اوقات. في اثنين شرطة واقفين على الباب. نوال رجعي لعابد طالما هو بيحبك. انا هدول يمكن الجيران لانك كنت عم تخبط على الارض قبل ما توصل. ما في داعي نفتح لهم. ايه ما في داعي يا عمي، الجرس ما بيمشي حاله، بتكون تخبطوا على الباب تقرير اذا في حدا بيفتح لكم. ابرك دم ما في حدا. ما في حدا بنكسر الباب. لك ليش جايبكم معي انتو؟ شو هترجعي لعبي؟ قلت لك قلبي مات. هدول الشرطه مو جيران. لا تخافي، إذا الشرطة أو الجيران بقول لهم إني جيت لحتى أشوف البيت بدي أشتريه، وإذا سألوني مين أنا بقول لهم أنا خطيب البيت، أوكي؟ لا تخاف. قوة يا عمي، قوة. لا
شفتوه؟ هذا هو الحرامي، هذا لا صاحبة البيت ولا ابنها، حياتي ما شفته. مين انت؟ هذا الفينا كامل. اكيد هدول عصابة يا سيدي، امسكوهم امسكوهم. مين انتو؟ شو نحن مين؟ نحن رفقاته. وانت شو عم تسوي جوات البيت؟ يا سيادة المساعد، هذا بيت ستة لخطيبتي نوار، ونحن اجينا نتفرج عليه، بركي بنشتري ونتزوج فيه. لا صدقوه سيدي كذاب، لا صدقوه لا صدقوه. وشو بده يثبت لنا انه كلامك صحيح؟ وين نوار؟ جوا. لحالك انت وياها جوا؟ إنكم خطيبتي. وإذا خطيبتك؟ المهم مو مرتك حتى يتسكر عليكم الباب يا ابني. نادي لها لو سمحت. نوال يا نوال. مضبوط، هي بنت ابنها لصاحبة البيت، على طول كنت شوفها هون. مثل ما انك شايف حضرة المساعد، يعني البيت فاضي تماما. وأكيد هذا خطيبها؟ أنا بعرف إنها مخطوبة، بس ما سبق إني شفت خطيبة أبدا. بتحب نروح لعند أهلها ونسأله؟ لا لا ما في داعي، امشي لشوف. أنا بدي أفهم، ليش كنتوا عم تطرطقوا؟ ما عم طرطق، كنا عم نتمشى ونتفرج على البيت. صرنا ثلاث أيام عم نسمع طرطقة أنا ومرتي، معقول عم تتفرجوا على البيت ثلاث أيام صاركم؟ إي نعم، كنت عم روح وإجي، روح وإجي، غيره جا. إن شاء الله عجبك البيت؟ لا ما عجبني. معلم ممكن تهوينا؟ لا، عيب عليك يا ابني، عيب عليك. أنا قد جدك، يعني قصدي قد أبوك. يا لطيف على هالجي، يا لطيف. شو القصة؟ خلص بعدين بنحكي. احكي لهم هلا، ولا تخلصوا سكروا الباب وراكم. شو؟ سهيل انت مصر تطلع على البيت اليوم؟ لازم ينتهي كل شيء. بلكي ما كانت بالبيت. لك بطلع وبكسر الباب. كان سهيل هيك بنخرب بيتنا. يعني لسه ما خراب؟ لا لا ليك ليك انسي نوال، اليوم لازم الشاب يطلع من البيت. اذا بتريدي سهيل يبس راسه، الله خليكي طالعي بقى حاجته. خليكم واقفين هون، هلا بتشوفوه طالع هو ورفقاته. عفوا هو مين؟ هو ورفقاته، رفقاته عرفوا انه هو عندي وخبروا الشرطة. ايه اطمنوا سيرتكم ما انجابت. وبركي كنت عم تكذبي علينا؟ استنوا اذا ما شفتوه طالع بعينكم خبروا بابا. انسي نوال ممكن كلمتي غدا ما رح اتقدم معك، لا اليوم ولا بكرة، حط هذا الشي براسك. لا يا بنت